في هذا الموضوع. الجهاز الفني يستحق التكريم، الجهاز الإداري الطبي، المجموعة كلها الحقيقة كابتن ماهر. زي ما قلت أسلام، المجموعة كلها بصراحة يعني اشتغلت على قلب رجل واحد. أنا آسف جدا على الرغم من الأخطاء. بالظبط. لكن إجهاد. عدم وجود عدالة تحكيمية وبالتالي يؤثر وبشكل بشكل أو بآخر يعني. طبعا طبعا، وإحنا مش عايزين نحمل على أولادنا، لأن أولادنا دول يعني فعلا شقيوا وتعبوا بشكل كبير جدا. في أوقات إحنا بنعاتب عتاب يعني، طبعا طبعا عتاب أب لأولاده يعني. طبعا. لكن طبعا إحنا بنحييهم بصراحة تحية خاصة على الأداء والروح. عايز اقول لك اسلام، يعني لعيب يرجع يعادل من كورونا ويرجع يبقى موجود في التشكيله، ايه ده؟ انت عارف الانتيبيوتيك اللي بياخده والبتاع والحاجات دي عايز لها، واحد عنده فرح امبارح راجع لها النهارده، عايز لها 12 يوم على الاقل. واحد زي حمدي فتحي فرح ويعني ويرجع تاني يوم للمباراه وللتدريب. لا، في حاجات بصراحه اللعبة دي بتعملها نتاج ان هي حاسه ان هي موجوده في مؤسسه رياضيه على اعلى مستوى، حاسه ان المؤسسه دي عامله لهم نجوميه وعامله لهم حاله وعامله لهم انجازات وبطولات غير عاديه. وبناء عليه هم فعلا بيضحوا بشكل كبير جدا. الجهاز الفني نفس الكلام، الجهاز الاداري الطبي، كابتن محمود الخطيب ومساندته. عايز اقول لك اسلام، رئيس نادي موجود مدي روح للعيبه في كل مباراه، في السفريات او الواحد موجود في التدريب، او يعني واضح ان في حاله كبيره جدا بتتعمل بشكل كبير. جمهور النادي الاهلي العظيم ده مثقف وعنده وعي بشكل كبير جدا، ولا يهمه كل الكلام ده ورا ظهره. جمهور النادي الاهلي عارف ان هو بيشارك مع اللعيبه العظام دول في هذه البطولات، وعنده وعي وعنده ثقافه وعنده فكر بشكل كبير ان النادي الاهلي الحاجات ديت بتديله دافع اكتر، بتديله قوه اكتر، بتديله استمرار اكتر في البطولات. وهو طول عمر اللعيبه والنادي والجهاز الفني يعني بيفرحوا جمهور النادي الاهلي بالانجازات اللي بيعملوها. في نفس الوقت جمهور النادي الاهلي هو المساند الاكبر اللي ورا اللعيبه دي. بطلب منه الفتره دي ان هو على السوشيال ميديا يبدا يحفز اللعيبه ويبدا يشجعهم ويبدا يقول لهم ان انا موجود في ظهركم. وهو ده النادي الاهلي اللي عمل هؤلاء اللعيبه، وده الجمهور اللي عملنا وعمل نجوميتنا. فتحيه لجمهور النادي الاهلي، وبنقول له ان شاء الله احنا البطولات ما زالت في الملعب، والثلاث مباريات اللي جايين دول ان شاء الله باذن الله اللعيبه هتأدي فيهم زي ما عادل قال 3 بونت، ولسه عندنا بطولات ان شاء الله باذن الله نبدا نفكر فيها. بطوله الدوري ما زالت في الملعب، الكاس موجود، السوبر موجود، ان شاء الله بدايه افريقيا هتكون بدايه جديده بالنسبه لنا.